من رأى السوار في المنام فإنه يصاب بمصيبة، فلا خير في السوار، ورؤية الخلخال تدل على الفزع، وحلي النساء بشكل عام تدل على أولادهن، فالذهب يدل على الأولاد الذكور، والفضة تدل على النساء. ومن رأى أنه يستخدم أواني وأطباق الذهب والفضة فربما دل ذلك على المعاصي بشكل عام. من رأى أنه ارتدى قلادة من الفضة أو ذهب فإنه يرتقي في عمله. هكذا فسر بعض المفسرين رؤية الذهب والفضة في المنام.